صور معنا، هو اللي اقترح علينا اننا نعرفوا على راسنا بديك الطريقه. قال لي غتقولي انا اميمه مرات مراد، وغتقول انت مراد انا مراد راجل اميمه. ناضو هما قطعوا داك المقتطف وبداو كيسكرينيو وكيحطوا في صفحات بزاف. واصلا يعني حنايا في واحد الشاب اللي علاش ما يهزوش الفيديو كامل يحطوه؟ بنادم كيبقى يرد البال غير شي حاجه اللي كتكون شويه كتكون بحال كتكون اتيري، كيركز عليها وكيبقاو يقطعوا من داك الفيديو غير داك المقتطف وكيبقاو يحطوه وكيبقاو يهضروا عليه. انا راه جاني عادي، واحد دابا فاش كنشوفو كنضحك حيت كنشوف بنادم كيبقى يلونسيه بزاف وكيبقاو يحطوه بزاف كيبقاو يضحكو. شنو علاش كنشوفو كنبدا نضحك ولا كيجيني عادي؟ كيفاش مع عندنا زوج وليدات سلطانة لا، الوالدين ديالو صراحة الوالدين ديالو كانوا باغيين، والدي انا ما كانوش باغيين. بالعكس والدي اصلا من الاول كانوا باغييني، حيت اصلا الاب ديالو راه كنعتبره ان الاب ديالي حيت الاب ديالو عزيز عندي بزاف بزاف بزاف. بس مراد العزيز عندي فواحد مرتبته عندي، ما كاينش اللي غادي يجي في بلاصه ديك المرتبه اللي انا حاطه فيها. بس مراد العزيز عندي بزاف، واحد الانسان طيب بزاف، واحد الراجل اللي ما كاينش بحاله، اللي كيعتبرني اكثر من بنته شي حاجه اللي بزاف والله. وكيف قلت لك انا في داك الفيديو اللي كانوا هزوا بزاف منه غير مقتطفات ديال ديك انا قد المسؤوليه، راه بصح انا قد المسؤوليه. انا مادام اني مكبره بنيته وهي الحمد لله راه قريبه تكمل عامين، وانا عندي وليداتي وحاضنه عليهم، وكون كانت شي وحده اصلا اللي ما قدش المسؤوليه كون راه شحال هذه مشات وتفرقات ودارت بزاف ديال الحوايج اللي خايبين. ولكن الحمد لله انا بقيت حاضنه وليداتي وبقيت معاهم رغم ان الصعوبات وكل شيء. داكشي اللي دات كنحاول انني نبقى حاضنه وليداتي وما نتكرفش عليهم ولا نخرج ندير انا شي حاجه خايبه اللي من هنا لقدام فاش غيكبروا غي هما اصلا ما غيحملونيش. يعني كنتي راسك انك متقبلهاش. هو اصلا هو كان باغيني انا كان باغيني فاش انفو نكمل القرايه كان باغي يدفع لي فلامي، حيت هو كان ارمي صافي. فاش خرج كان باغي يدخل واحد خويا ما كتبش خويا ما باش لامي، كان باغي انا بحال يلونسيني بلاصه بحال باغي يديبلاسيني انا بلاصه باغي ندخل. كان باغي يمكن هو كان باغي يشوف فيا واحد المستقبل اللي ماشي ربات بيت وماشي مزوجه وماشي عندي وليدات بزاف الحوايج. كان باغيني نخدم يمكن الى ندير واحد المستقبل اللي كيف ما هو باغي يشوفه. هو كيف كان باغي يشوف واحد المستقبل اللي كيف ما هو كان مصور في دماغه، يعني بنته خدامه دايره دارها دايره طوموبيلتها كتخدم يعني مسؤوله. ما يمكن ما كانش هو باغيني نكون انا بحال هكا مسؤوله في البيت، داكشي يمكن كان باغيني نكون مسؤوله خدامه عندي واحد المستقبل اللي الاحلام ديالي انا يحققهم فيا. يعني شي حوايج اللي هما كما ديجا هضرنا وتحاورنا قلت لي انك حاصله على البكالوريا، ديجا كنت خدامه انت عليه تشكي مع هذه القصه ديالي ديال البكالوريا انك كنتي انت عليها. من مور اصلا ما من مور ما صورت داك ديال سميتو ديال اللي معاه اسبريس، حنا اصلا كنا درنا واحد القناه وبنا كيقول كثير تخدمي ديري هذه،
وديك الساعه انا كنت حامله يعني واخا انا واخا قاريه واخا عندي ديبلوم انا ميمكنش غادي نمشي نخدم وانا حامله وغادي حيت اصلا اللي كتكوني حامله راه كتولي عندك واحد الحياه مختلفه شويه راه من تقريبا من الشهر الاول حتى ل 9 شهور كتكون حياتك مبدله صافي بنادم ولا كيبقى يقول لك سيري تخدمي سيري تخدموا وديروا انا ما كرهتش نخدم ولكن بديت لقيت انا كنت حامله وربي اللي كان عالم بيا كان عندي بزاف ديال الحوايج اللي شويه دايرين فهمتي كنت بحال كنتعصب بزاف كنبغي نبقى عيب بوحدي بزاف ديال الحوايج كنبغي نبقى ناعسه يعني روحي وبزاف الحوايج كيدوزوا عليك شويه فهمتي كيكونوا قاسحين شويه بنادم ما كيحسش بهادشي عارفين صافي راه عندك الدبلوم قاري خاصك تمشي تخدمي خاصك تمشي ديري راه انسان راه ودابا راني مسؤوله راه عندي جوج وليدات راه خاصني ماشي انا غادي نرمي ولادي في حضانه وغادي نمشي نخدم باش خاصني نحرص على التربيه ديالهم خاصني نربيهم خاصني نشوف نراقبهم حيت حنا في واحد كيف كنقول لكم في واحد العصر اللي يمكن ما اخوك اللي هو اخوك ما ديرش فيه الثقه العمياء ديالك يعني انا ما يمكنش نرمي ولادي ونخليهم هما مامي باش نمشي انا نخدم لا بالعكس خاصني نحرص على ولادي والحمد لله كيف قلت لك بزاف كينتقدوك وما كيحسوش بك راه هما عليا وغدا عليك قبل ما نسولك على الكلمه ديال الاخيره من بعد اللي كنت صورت منها ما جاوبش اتصالات من بعد ديك الفيديو لا كيصوني معاك يتنمروا كيصوني وكيتنمروا كانت وحده اللي كانت باغا تساعدني وكانت زعما باغا تساعدني بصح كانت قالت لي شوفي هذاك الشيء اللي خاصك اللي ناقص لك في الدار قوليها ليا وغادي نجيب الوليدات واحد الحويجات وكانت حرقت لي لا كارت ديال اللي كانت عندي 34 في الاخر كانت حرقت لي صافي ودابا راه خدامه بواحد النمره هذه اللي خدامه بها انا دابا حتى الاخر وغادي نعطيها لك حيت النمره ديال الايميل كانت عندي في الاول كنت كنحط في لي لايف تحرقت لي قبل ما نمشي معك الكلمه الاخيره نسولك على فتح حارتي اليوم فتح حارتي اليوم بزاف والله اش انا ما هي يمكن الا كدير داكشي حيت اصلا حنا في واحد المجتمع اللي كيبغي الشوهه انا اقسم بالله دابا انا عندي قناه في يوتيوب ما كاينش دابا اللي عندي ناس كيتابعوني ناس عزيزه عليهم ولكن ماشي بحال فاش كتلقى فاتحه حطات شي حاجه ديال الشوه كلشي كيدخل كتلقى اللايف ضارب مليون قادر ب 100 مليون تلقى فيديو ديالها في القناه ديالها داير ضارب على الاقل 117000 مشاهده المهم كتلقى ضارب كلشي كيدخل باش يتفرج فيها وكدير عي يعني ما كديرش حتى شي محتوى اللي زوين راه ما كينعيش هو ومن نعرفو كاين بزاف ديال الناس كدوا بهم الدنيا كيفكروا يحلو قناه يديروا روتين انت شنو رايك انه اي واحد كيلتجا يوتيوب كيلتجا انه باش يدير روتين من غير روتين كاينين بزاف د الحوايج اللي كتبقى كيما نقولو فضائح اولا بنادم ما واعيش داكشي اللي كيدير شنو رايك انت شوفي راه اصلا اول حاجه غادي نقولها لكم دخلوا القناه ديالي اللي هي اميمه مراد راه نتوما غادي تدخلوا غادي تشاركوا معايا وغادي تشوفوا المحتوى اللي كنحط يعني انا اصلا المحتوى ديالي راه نقي وما كنديرش يعني فيديوهات ديالي يمكن لازمك تفرج فيهم انت وعائله ديالك ولا انت واخ ديالك ولا الزوجه ديالك يعني ما كاينش شي حاجه اللي خارجه على النطاق وبالنسبه لهذوك الناس اللي راه حتى اقسم بالله انا كنت بخير على اليوم صدق علي الله علاش غندير انا قناه ونبقى نعذب راسي في المونتاج وفي التصوير ولا راه حتى كتشوفي راسك راه كيمكمله يعني راه هما هما مساكن راه ماشي راه ما كرهوش انهم يخدموا شي خدمه ولا راه دابا اصلا حنايا راه ما كاين في المغرب راه ما كاينينش الحقوق ديال حقوق الانسان راه ما كايناش راه كتلقى بنادم خدام بحال دوك الناس اللي كيخدموا في مينا في داكشي ولا عساس ولا راه في اوروبا كتلقى بالحقوق ديالو بالوريقات ديالو عنده قيمه انا راه العساس ودوك الناس ديال المينا راه ما عندهمش قيمه فاقسم بالله
كتشوفيهم ساكن محقورين صافي. كنشوف الانسان حتى كيعيا كيقول لك انا غادي نمشي، كاين اللي كيعيرك، كاين اللي كيسباك، كاين كل واحد كينتاج انه يدير قناه، كيشوف راسو داك المحتوى اللي داير ما واكلوش كيقلب على الشهر. حيت حنا في واحد المجتمع، واحد الشعب عزيز عليه الشهر، كيبغيو غير الشهر. علاش دابا الروتينات ديال الشوا كتلقاهم طالعين؟ علاش الشوا؟ وواحد كتلقاه مسكين داير شي حاجه، شي محتوى اللي نقي، ولا شي محتوى اللي عائلي، ولا شي محتوى ديال الطب، ولا المحتوى اللي كيكون زوين يعني بعيد على الشوا ما كيطلعش. كتلقى مسكين عنده 19 مشاهده ولا 9 مشاهده ولا 4. واحد اللي كتلقاه مشوه كتلقاه طالع في التيك توك، طالع في الانستغرام، طالع في فيسبوك، يشوف كتلقاه ضارب مليون ومضاخ الصرف مع راسه. المهم عسولك على الانتقادات اللي جات على الناس اللي كتنور على الفيديو ديالنا. انا مرتي مرات انا رسمت الماء، انا اصلا داك الفيديو ولا كيضحكني من بعد نفس الناس كيتنمروا لي. انا في الاول كنجي عادي، حيت ورا بصح راه انا مرات مورد وورا راس امي موت. قلت لهم شي حاجه ديال العيب عادي، انا مرات مورد ومورد راجل امي ما عادي، راه بصح عبد الله راه حنا مزوجين واش حنا كنكذبوا؟ كيف ما قال لي عرفي على راسك، انا عرفت على راسي راه ماشي شي حاجه اللي زعما اللي بزاف. راه الانسان الانسان من بزاف من شوية كيدير بزاف، يعني شدو داك المقتطف وبداو كيلونسيو في تيك توك، فيسبوك، بزاف. شي ايام بليت فين ما كندخل كنلقى شي واحد مطاقيني، كنقول موصف اسي بريم لا ما ندخل قرا لي كومونتير، حيت زعما كيدوي ولا كيجيني عادي والله. امين يا ربي. كنت لكم مرض، ما كاينش مرض خدام، كاين غير انا صافي. هادشي علاش كنصور لكم غير بوحديتي. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا مرض ديال الصدر، هو راه خدام، هو اصلا راه ما كيتسناش، هو اصلا راه ما حنا ما متكينش على اليوتيوب، حنا باغيين نعاونوا راسنا منه، ولكن راه راجلي خدام. يعني راه ما يمكنش انا غنبقى نتسنى في اليوتيوب حتى يوكلني، ولا راه ضروري انسان راه كيقول لك الله سبحانه وتعالى سبب اعبدي وانا نعين، يعني الله خاصو هو يسبب، خاصو ينوض، خاصو يخدم، خاصو يتحرك، يعني هو ما بقاش ناعس وغيتسنى من اليوتيوب. لا راه هو خدام اصلا، وحنا اليوتيوب درنا غير باش نساعدو راسنا شويه، حيت راكم عارفين دابا راه زوج وليدات وركرا والماء والضو ومعيشه صعيبه، راه كلشي غالي. وكيف قلت لكم اخوتي دخلوا القناه ديالنا اللي هي ام ايمن مراد. وبالنسبه للناس اللي كينتقدونا كنقول لكم شكرا، الناس اللي كيبغيونا شكرا، حتى الناس اللي كيبغيوني شكرا. حيت بالعكس اللي كيقول لي شي كلمه كتقربني كيزيد كيشجعني، بالعكس ما داك القاد وداك السبان وداك الشيء ما كيعني ليا والو، ولا كيجيني عادي. حيت اللي كيكون ما ربيش هو اللي كيعاين، ولا ما لقيتيش ما قدرتيش تقول شي كلمه اللي غتساعدني بها، قول غير كلمه اللي غتقدر تحفزني وتقدر تقويني وتقدر تساعدني. يعني الا ما قدرتيش تقول شي حاجه اللي زوينه احسن انك تسكت. فهذا الله يجزاهم ان شاء الله. شكرا.